السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. المهم الاخوه، اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله هذا لاشيما الكتريك. المهم قبل ما نبداو الاخوان، بالنسبه لي مازال ما مابونيش، اتابونا الاخوان في لاشين ديالنا باش يوصلوا كل جديد، وما تنساش شي جيم وشي كومونتير وتبارك الله عليكم. المهم قبل ما نبدا الاخوان، بالنسبه للناس اللي عاد بادين في الدومين ولا راهم كاينين في الدومين ولكن ما تيعرفوش يقراو لي شي مع الكتريك، هذه نصيحه الاخوان فهمتي. ديما تريني على لي شيما الكتريك، لحقاش مهمين جدا، تيعاونوك تقريبا 80% 20% تتبقى دي غير ديال الاكسبيريونس ديالك وفهمتي، تتعرف لي كابتور شنو هما والدور ديالهم اتسيتيرا. ولكن لي شيما الكتريك الاخوه راهما جد جد مهمين، خصك تكون تعرف تقراهم ومزيان. المهم الاخوان، على سبيل المثال غادي نشوفوا هاد الشيما الكتريك، غادي نهضروا على واحد البروبليم، والمهم بقاو معانا. كيف ما كتشوفوا الاخوان، هادي عندنا هاد لابارتي هادي هي البي سي ام. كيف ما كتشوفوا هذه هي البي سي ام الاخوان. هذه ستكون في الكومبارتيمون موتور، هذه ستكون في الكومبارتيمون موتور، تتكون هنايا دائما تقريبا، تتكون الاخوان هنايا، تتكون في هذه الجهه، هذا الباتري هنايا، وهنايا تتكون البي سي ام، هنايا تتكون البي سي ام. هذه هي البي سي ام. المهم الاخوان غادي نهضروا عليها، وغادي نهضروا على واحد المشكل اللي غالبا تقريبا تيكون في السيارات ديال بيجو سيتروين. المهم كيف ما كتشوفوا الاخوان، هاد البي سي ام كيف ما كتشوفوا فيها لاليمونطاسيون جايه من 30، كيف ما كتشوفوا هي الاخوان. من بعد كيف ما كتشوفوا هي دايزه لهنايا، وهنا غادي تخرج. المهم احنا ما غاديش نشرحوا فهمتي لي زاليمونطاسيون منين جايين، ولا احنا غادي نهضروا على واحد المشكل. مثلا على سبيل المثال، فاش دير دياغنوستيك، درتي دياغنوستيك مثلا وطلعوا لك لي ديفو، طلع لك الديفو ديال هذا الكومبوزو، هذا بي 30، هذا هو الدي بي ديغماتيك، هذا الدي بي ديغماتيك، وهذا الاكريك 63 واكريك 28 واكريك 194، هما الاخوان. عندك اكريك 28 هو الالكتروفان ديال لوجيير، والاكريك 194 هو الالكتروفان ديال ريغولاسيون ديال الدي بي ديال الكاربيرون، والاكريك 63 هو الالكتروفان ديال الكوموند ديال ريغولاسيون ديال البريسيون دو كاربيرون. المهم الثلاثه فاش تيطلعوا لك، وتيطلع لك هذا الدي بي ديغماسيك، وتيطلع لك هذا الشوفاج ديال الكومبوزون ديال الشوفاج ديال الفلتر ديال الكاربيرون. الا طلعوا لك هذو في الدياغنوستيك، تيطلعوا لك في الدياغنوستيك هاد الخمسه هادو، تيطلعوا لك فهمتي، تيطلع لك الكام، وتيطلع لك اتسيتيرا. المهم هاد المشكل الاخوان، غادي نشوفوا شنو هو المشكل ديالو وكيفاش تحل هاد المشكل. فاش تلقى هاد المشاكل شنو كدير؟ اول حاجه انت فهمتي ضروري خصك تكون عندك لي شيما الكتريك. كيف ما كتشوفوا، الا جينا هنا للدي بي ديغماسيك، وجينا لهاد ثلاثه لي كابتور، وجينا لهذا، الا تبعنا الخيوط الاخوان كيف ما كتشوفوا، كاملين راهم مشاركين في هاد الخيط هذا. هاد الخيط هذا الاخوان الا تبعناه كيف ما كتشوفوا، راني ديجا دايرو باللون هنايا، ها هو جاي، وهنايا عاوتاني غادي تلاصقوا هنايا لداخل، راهما عاوتاني ملاصقين هنايا لداخل من البي سي ام، راهما ملاصقين هنايا كيف ما كتشوفوا، مشاركين في هاد الفيزيبل اف 15 فيه 30 امبير. ومن بعد كيف ما كتشوفوا، ها هو جاي مع هاد الرولي هذا. مازال غادي نهضروا على هاد الرولي هذا، وكيف ما كتشوفوا هو جاي من هنايا وطالع، وغادي جاي من 30 بيرمانون، اي جاي من بلوس بيرمانون، جاي من الباتري. من بعد الاخوان، هذا المشكل هذا فاش دير دياغنوستيك، تتلقى هاد الخمسه ديال لو كومبوزون. والمهم تتلقى بزاف ديال لي كومبوزون اللي طالعين، ماشي غير هاد الخمسه. المهم هاد المشكل هذا تقريبا تيكون في البيجو سيتروين الاخوان، وبالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش يقراو لي شيما الكتريك، راه صعيب باش تلقى هذا المشكل. شنو كيدير؟ اول حاجه شنو كتدير، تجي تيستي مثلا، كاين دي بي ديغماتيك، تيستي تشوف لي ليمونطاسيون فيه، طلعوا الكادو كاملين. مثلا حنايا دابا حنايا هنايا في لي شيما الكتريك ديالنا، كيف ما كتشوفوا، حنا درنا واحد الريزومي. كيف ما كتشوفوا كاملين هادو اللي طلعوا لك، الى عندك الشيما الكتريك، ها نتوما تشوفوا انهم كاملين راهم مشاركين في هذا الخيط هذا،
هاد الخيط هذا مشاركين فيه، فهمتي هنايا؟ فهمتي شنو غادي دير؟ غادي تجي فهمتي، غادي اول حاجه غادي تجي غادي تشوف لاليمونطاسيون واش كاين هنايا في الدي بي ديغماسيك. ما كايناش لاليمونطاسيون مثلا، غادي تشد عاوتاني هنايا عاوتاني شي كابتور مثلا ديال الالكتروفان ديال لو جير، ولا الكتروفان ديال ريغولاسيون دي بي دي كاربيرون، ولا ديال البريسيون ديال الكاربيرون، وتشوف واش فيه لاليمونطاسيون. ما لقيتيهاش شنو غادي دير؟ غادي تجيني انا، غادي تمشي للبي سي ام، غتمشي للبي سي ام كيف ما كتشوفوا، غتجي للبي سي ام هنايا، غادي تحل هذا الكاش هذا، تحلو. ومن بعد شنو غادي دير؟ غادي تقلب على، غادي تقلب على الفيزيبل اف اف 15 فيه 30 امبير. هذا فاش تجي الاوتو داتا، تجي الاوتو داتا ولا الهاينيس برو، غادي تقلب على هذا الفيزيبل باش تعرف لومبلاسمون ديالو ديريكت. وباش باش تعرفوا الاخوان، باش تعرفوا البواتي البي سي ام، راه الا حليتي الكاش فهمتي، غادي تعرف لي كابتور يربي لي فيزيبل ديالاش فهمتي. هاد الفيزيبل ديال 30 فهمتي، راه غادي يقولوا لك ديالاش فهمتي. اللور ديال الكاش تلقى فيه، تلقى من صالح مثلا ديال الكلاكسون، الفيزيبل ديال كذا كذا الى اخره. المهم الاخوان تتشوف هاد الفيزيبل، الا ما كانش خدام الاخوان، الا تتشوف واش محروق ما محروقش ايتترا. الا كان ما محروقش، المشكله الاخوان راه جاي فهمتي، جاي من هنايا، جاي من هاد الرولي هذا، وهاد الرولي الاخوان ما كاينش فهمتي في البي سي ام. هو البي سي ام، البي سي ام راه فيها غير الفيزيبل. هاد لي رولي هادو، هاد لي رولي هادو، هاد لي رولي هادو راه كاينين لداخل ديال البي سي ام. هادو الصعاب ما تيتريباراوش تقريبا، هادو ما تيتريباراوش، هادو هاد لي لوري هادو ما تيتريباراوش. فاش تجي اون فوا هادي فاش تحرق مثلا فهمتي، كيف ما كتشوفوا هنا راه دايرين لواحد الفيزيبل هذا، وهاد الدرولي هذا دايرين لواحد الفيزيبل ديال البروتيكسيون كيف ما كتشوفوا. ولكن هذا ما كاين لا فيزيبل، ما دايرين له لا فيزيبل حتى شي حاجه. غالبا هذا هو اللي تيتحرق، هذا هو اللي تيمشي. وبالنسبه للبي سي ام الداخل راه دايرين هاد الفيزيب، هاد اللي لوري هادو دايرين فوقو، دايرين بحال واحد كيف ما كتشوفوا، بحال واحد اللصقه فهمتي. تتلقى بحال معسل فهمتي، من الفوق معسل داك الشيء فهمتي، ما تتريباريش. اذا لقيتي هاد المشكل وبغيتي ديباني، شنو الحل؟ شنو غادي دير؟ غادي تجي لهنايا كيف ما كتشوفوا، كاين A10 والA16. شنو كتعني هاد A10 والA16؟ شنو كتعني؟ كيف ما كنعرفوا ان البي سي ام الاخوان فيها دي فيزيبل وفيها دي كونيكتور. دوك لي كونيكتور هما هادو، مثلا ا حنايا عندنا ا، عندنا جوج ديال ا، دونك كونيكتور ا. الا جينا نقلبوا هنايا على الكونيكتور ا، كيف ما كتشوفوا ها هي ا، الكونيكتور فيه 16 تتساوي هنايا يعني ا تتساوي 16 اس دبليو. شنو كتعني هاد ا؟ هاد الا هي الكونيكتور، كتعني كونيكتور ا، السميه ديالو ا. ومشحال فيه مخيط؟ فيه 16 الخيط. والكونيكتور ديالو، والكونيكتور ديالو اللون ديالو شنو هو؟ اس دبليو. اس دبليو الاخوان هو، نشوفو هاي باش نتاكدو مزيان، قلبوا على SW. ها هي الاخوان، SW هي نوار، دونك الكونيكتور نوار. اسمحوا لي، دونك الكونيكتور الاخوان نوار، دونك هنا الكونيكتور نوار فيه 16 الخيط. وفاش فاش تحيد الكونيكتور، الى 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 شفتي، الى شفتي في البين ديالو، تتلقى ارقام مثلا فهمتي. عاد الخيط هذا اللي عنده علاقه بهاد لي كابتور هادو كيف ما كتشوفوا، A10. الى قلبتي الكونيكتور غتلقى A10، ال10 تتلقى مكتوبه فيه ال10، تتلقى فهمتي دوك لي بين مرقمين 1 2 3 4 حتى 16، فيه 16 الخيط. تتجي ال A10، تتجي A10 فهمتي، الخيط A10 تتريباريه فهمتي، ماشي تتريباريه، تتعلمو بشي حاجه، وتتجي عاوتاني A16 تتقلب عليه حتى هو تتريباري باش تعرف، تدير له شي روبير باش تعرف شنو هو الخيط، شنو غادي دير. ومن بعد صافي تخشي الكونيكتور، ديجا خصك تكون محيد الباتري وهاد الخيوط هادو فهمتي. هنايا هاد لي بارتي هنايا ديجا الكونيكتور سيكون خارجين منه الخيوط فهمتي، هادو خارجين، هادو هاد الخيوط خارجين من الكونيكتور.
هذاك الخيط، هاد جوج خيوط هاد شنو غادي دير لهم؟ غادي ت... غادي ت... ماشي تقطعو، غير ت... هنايا غادي تقطع شويه داك ال... داك السيل، داك البلاستيك هنايا وهنايا هنا وهنا. ومن بعد شنو غادي دير؟ هنايا غادي ت... ت... دير لهم فهمتي ابخي كونتاكت، غادي ت... تجيب شي فيل، تجيب شي خيط ودير فيهم ابخي كونتاكت، غادي دير فيهم ابخي كونتاكت. لحقاش الاخوان هادي فاش هاد واخا تشوف هاد 30 هادي، هاد 30 هادي بلس 30 بيرمانو، هادي بيرمانو، هادي بيرمانو، هادي جايين شامل الباتري. ولكن هنايا الاخوان فاش دير الكونتاكت، فاش دير الكونتاكت هنايا تيعطي، هنايا تيعطي الموا، وهنايا تيعطي البلس، البوبين، هاد البوبين هادي اللي كاينه في الرولي. ومن بعد تيتكري داك لوش مانيتيك، عاد تدوز ديك، عاد تدوز ديك 30. وهنا شنو خصك دير نتايا بالنسبه الى بغيتي ديباني فهمتي؟ ديباني تجيب، تجيب شي ابري كونتاكت يكون هو هذاك مزيان صحيح، وغادي تشانتيهم هنايا. ومن بعد الاخوان الديفو غادي يمشي، ولكن غير ديباناج الاخوان وصافي. ومن بعد خصك تبدل، خصك تبدل لبس سيام ضروري فهمتي، ضروري الاخوان. المهم غير باش ديباني باش تلقى المشكل. والمهم صافي تتبدل من بعد فاش تبدل لبس سيام صافي كلشي تيولي هو هذاك. المهم هذا الفيديو الاخوان غير هاد التيفو هذا بزاف ديال الناس يلقاو فيه، فيه المشكل عليها. خصك ولا بدا خصك تكون تعرف تقرا مزيان لي شيما الكتريك باش تفهم مزيان في الدياغنوستيك، وفهمتي لي ديفو، فهمتي لي ديفو كيف ما كان ديفو، كيف ما كان ديفو. الا كنتي كتعرف لي تعرف تقرا لي شيما الكتريك اي ديفو ما غاديش تلقى فيه المشكل. لحقاش الاخوان لي كابتور مثلا مسيره السياره تيختلفوا، تيختلفوا مثلا في لي زاليمونطاسيون، مثلا في لي بين اللي كانت مثلا هنايا فهمتي. لاليمونطاسيون كاينه في الربعه تلقاها في شي سياره اخرى، مثلا هذه مثلا في بيجو سيتروين في الربعه مثلا تلقاها في في الفوز فاغن تلقاها في الجوج ولا في الثلاثه ايتترا. المهم لي شيما الكتريك الاخوان ضروري 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 الانسان خصو يكون سيرتو الناس اللي في الدومين خصهم يكونوا زي يعرفوا يقراو هاد الشيما الكتريك. والمهم كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم. وما تنساوش الاخوان شي جيم، وما تنساوش شي ابوني، والسلام عليكم.